الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في أربيل وصول 250 مليار دينار عراقي إلى حسابها المصرفي لغرض تمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في كردستان العراق. وقالت الوزارة إن مصرف الرافدين أودع هذا المبلغ في حسابه المصرفي بفرع أربيل للبنك المركزي العراقي. وكانت الوزارة قد أعلنت توقيع عقد لتسلم 200 مليار دينار كقرض عن طريق مصرف الرشيد، فيما أعلنت وزارة المالية أنها أطلقت قرضاً بقيمة 700 مليار دينار لتمويل رواتب موظفي كردستان العراق. قالت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إنه بلغ إجمالي عدد المسافرين على متن طائراتها في شهر تشرين الثاني الماضي 194,055 مسافراً، توزعوا على 1,349 رحلة مباشرة. وتكشف أعداد المسافرين على متن الخطوط الجوية العراقية أن عدد الرحلات خلال الشهر الماضي انخفض بنسبة 3% مقارنة بشهر تشرين الأول الذي سبقه، أما عدد المسافرين فانخفض في شهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 2%. ويعزو مراقبون هذا التراجع إلى فقدان شركة خطوط الجوية العراقية لهيمنتها على المسافرين ولجوء المسافرين إلى الشركات الأجنبية الأخرى. ارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل والمتوسط مع ارتفاع أسعار النفط العالمي، وارتفعت أسعار خام البصرة الثقيل 89 سنتاً لتصل إلى 73 دولاراً و29 سنتاً للبرميل، فيما انخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 89 سنتاً لتصل إلى 76 دولاراً للبرميل. وارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل طفيف قبيل الإعلان عن قرارات هامة بشأن سياسات أسعار الفائدة وبيانات التضخم. ارتفعت أسعار الدولار في الأسواق المحلية في بغداد وفي أربيل، وقال مصدر مالي إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 157,350 ديناراً لكل 100 دولار، مشيراً إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 158,250 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 156,250 ديناراً. أما في أربيل فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً في محال الصيرفة، حيث سجل سعر البيع 157,200 دينار مقابل كل 100 دولار، وسعر الشراء سجل 157,000 دينارا مقابل كل 100 دولار. توقع اتحاد شركات صناعة السيارات في الصين أن تصل مبيعات السيارات في الصين إلى حوالي 31 مليون وحدة في عام 2024، بزيادة 3% عن عام 2023. وأظهرت البيانات أن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة من المقرر أن تتراجع أيضاً مع نمو بنسبة 20% في عام 2024 مقابل قفزة بنسبة 36% في عام 2023، بينما من المتوقع أن ترتفع صادرات السيارات إلى حوالي 5,500,000 من 4,800,000 هذا العام، وتقترب الصين من تصدر قائمة أكبر مصدري السيارات في العالم خلال العام الجاري، حيث تجاوزت صادراتها في السيارات أو تجاوزت صادراتها من السيارات خلال الأشهر العشرة الأولى 3,900,000 وحدة. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعاد. Thank you.
كتاب المجازي للإقامة.